ونسولك دابا واحد السؤال صغير. عبد المولى بالنسبه لك هو الفنان اللي كتعترف به على مستوى فن الراي، شكون هو عبد المولى؟ عبد المولى نتمنى يعني ربي يعني كنقول الخليفه ان شاء الله، خليفه من سلوك ومن خلق ومن عزف. اذا صافي، ومن عزف ومن انسان يعني كانسان وحش في الاستوديو، ما نضمنش شي واحد يقادو في داك الشيء نتاع الاستوديو، ما نضمنش يعني. نعم ما شاء الله. وصوت نعم، وتبارك الله عليك سيدي عبد المولى. يلا تفضل سي عبد المولى، كلمة لك. ميمون اليوم ميمون، ميمون اسم على مسمى، يا ولد بلادي يا بلادي يا عز البلدان، يا بلادي يا عز البلدان، أجرتك وندمت، أجرتك وندمت يا بلادي، يا من قسيت وعنيت، علي 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 يا شي شوية، راني راني راجع ليك. يا بلادي يا تشطن خاطري ويا جيت عندك تواسيني، انا ما عندي زهر.
كلشي اللي ماروكا اللي ما كانوا عبد المولى تبارك الله عليك يا عبد المولى الله يعطيك الصحه. هذا هو الراي بالشكل اللي كنتي مستمر فيه وبديتي به، ربما الفنان عبد المولى كمل مشوار كما كنت كتخيلوا ياك. ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.